الحق يابا، الدورة الدودة كلتها. تعال معايا وانا اقول لك في اسرار الزراعة واسرار رش الذرة. خليك محتاج يعود الذرة زي كده والدودة كلته وفي بودرة زي ما انت شايف كده. هقول لك على مواعيد الرش ازاي عشان تتخلص والعود يصحي معاك. خليك معايا. يعني احنا هنا لازم نرش دورتنا، معلش ما تبصش للعرج علشان انت عارف احنا فلاحين وكده. مواعيد الذرة في رشها لازم ترش مع المغرب. ليه مع المغرب؟ لان الدودة بتبقى طول النهار عطشانة ومحتاجة تشرب، فبتطلع هي بتتغذى على جمرة العود الذرة، بتتغذى على العود من جوه، فما بتخليهوش يصح ولا هيجت وهتلاقيه وجع ومات. فانت اقول لك على مواعيد الرش وهي قبل المغرب. في ناس تقول لك رش الظهر، مستحيل، رش المغرب عشان النتيجة تبان معاك اسرع واحسن وما تركزش. الحر والعرق اللي احنا فيه، احنا مش بنصور على البحر، احنا بنصور في الارض في الغيط. هقول لك على مواعيد الرش وعلى اسم الدواء عشان تتخلص من عضد من الدودة وزرعتك تصح. دايما هو ما كبش كله يعني متوسط. والرش يا معلم في العصاري اهو، العصر لازم ترش المدورة وقرب المغرب. كان الله بالسر عليم اهو، لازم الميه تدخل العود علشان تقتل الدودة. يقولوا لي بقى جت للدودة حرام، يا ريت كنت محتوايا هايف علشان تدعموني.